Our guest today is one of the major writers of Al-Ahram newspaper. Accordingly, he lived in the new stage, a vital period of Egypt's history from its cultural, political, and social aspects, with the transition from the monarchy with all its contradictions to the revolution with all its hopes, then the setback and the psychological defeats and pain it left behind, then the victory in 1973 with all what it involved in recovering the pride and dignity of the Egyptian personality, then openness and the subsequent effects on the Egyptian society of confusion and change in its cultural, psychological, and social structure. He's a man who lived through all these fluctuations, not as the ordinary person experiences it, but as the creative artist who the details of the events affect, and he works to monitor them so that he can influence them. So his literature came out expressing each of these stages and expressing his opinion about what is changing and what is happening around us in the country and what is happening in his children, especially since he was at the beginning of his youth influenced by Marxist thought with all that it carried with social concerns. Our writer is Yusuf Idris. الكاتب في عالمنا العربي او عالمنا الثالث غير وضع الكاتب في العالم الغربي الذي استقر. اصبح فيه مؤسسات باكملها ترعى شؤون المجتمع ككل فكريا وثقافيا وتعليميا الى اخره. الكاتب في عالمنا الثالث وعالمنا العربي بالذات وفي مصر يعني يمكن له دور قيادي أكثر ومؤثر أكثر في المجتمع. فكرة أن لا يمكن الإنسان يكون سعيد في مجتمع تعيس أبدا. يعني ممكن أحلم أبقى مثلا مليونير، إنما تصور واحد مليونير في مجتمع من الفقراء هل يكون سعيد؟ مش ممكن يكون سعيد. فإذا حتى عشان أنا أسعد على المستوى الشخصي لازم أحس إن الآخرين أيضا سعداء، ولازم أعمل أنا كمان لسعادتهم زي ما هم يعملوا لسعادتي، وبتبادل هذا الجهد نبقى كلنا سعداء. إحنا متعلمين وغير متعلمين، جامعيين وغير جامعيين، مثقفين وغير مثقفين، كلنا في حاجة للثقافة لأن لا نهاية لهذا الطريق. And Yusuf Idris was rich in culture and extensive knowledge in such a way it is difficult for him when determining the sources of his culture to say that he was influenced by one of the cultural tributaries more than the other. He was acquainted with world literature, especially Russian, and read some French and English writers, as well as his readings in Asian literature, and read some Chinese, Korean, and Japanese writers, although what critics have recorded on him is that he did not pay much attention to the Arab literary heritage, although he had seen some of it. This is from a literary, artistic, and general cultural point of view that contributed to the formation of his mental and moral awareness. وانا في سن 16 17 كنت غاوي علوم جدا لدرجه ان انا كنت عامل معمل كيميائي خاص عندي في البيت، ومره انفجر الجهاز اللي قطربه وكان هيعمل حريقه وحاجات زي كده. كنت بحب العلوم جدا وكنت عايز اخش كليه العلوم الحقيقه، مش كليه الطب بس طبعا، لانه كنت جايب مجموع عالي في الثانويه العامه، فقالوا لي ده العلوم دي تاخد نسبه ضعيفه، خد طب. دخلت طب، ومن حسن حظي ان سنه اعداديه في كليه الطب هي دراسه للعلوم ايضا من نبات وحيوان وكيمياء وطبيعه. وبعدين لما طبعا تعبت في دراستي الطبيه لان ما كنتش حاببها،
فبقيت يا دوبي انجح كده من سنه لسنه. وبعدين مش حاسس ان انا عايز ابقى دكتور بمعنى ان انا امسك سماعه واقعد اكشف على عينين وبتاع. انا 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 بحب العلم المتغير، يعني زي الكيمياء زي الطبيعه، انك تركب حاجه على حاجه تطلع حاجه، انك تكتشف حاجه. انما الطب ما فيش اكتشاف، ده فيه شويه عروق واورده وشرايين وفي شويه امراض تحفظهم وتروح تشوف العيان اللي عنده كذا تكتب له كذا، مفيش اختراع في العمليه. كنت انا بحب العلم لان فيه اختراع. انما لما ابتديت اروح المستشفى بقى من سنه رابعه طب وخمسه وسته او نص السته، ابتديت اقترب من الانسان بقى، من المريض كانسان كبشر، اتكلم معاه واحس انه ان المساله مش علم اصم كده، لا ده في انسان وفي بتعالج وفي ناس بتخف. فرحه ان واحد بتخف، فرحه ان واحد بتعمل له عمليه يبقى عنده الم شديد جدا يروح الالم. وهكذا يعني لما اشتغلت امتياز الحقيقه عجبتني جدا مزاوله الطب، وعجبني بالذات مزاوله الجراحه، لان في الجراحه في نوع من التصرف البشري الحاكم. انما كنت ابتديت اكتب وحسيت ان انا من يوم ما كتبت جد اللي هو في سنه النهائيه في كليه الطب ان انا كاتب مش وبالمناسبه دي احب اقول يمكن للمتفرجين العاديين اللي بيشوفوا البرنامج ده انه من الحاجات الصعبه جدا على الانسان انه يكتشف هو عايز ايه بالظبط. يعني في ناس احيانا تاخد الثانويه العامه وتخش كليه معينه وتشتغل شغلانه معينه ويمكن قرب الاحاله على المعاش تعرف هي عايزه ايه، وان احنا ما بنبذلش واحنا صغيرين الجهد الكافي عشان نكتشف نفسنا احنا عايزين ايه. من حسن حظي ان الصدف اتاحت لي فرصه معرفه كتاب شبان سني في كليه الطب والحركه الوطنيه واشتغالي بها والمظاهرات والمؤتمرات وبتاع، خليتني اطلع مجلات واختلط بالكتابه الجامعيه، فعلى طول حسيت ان انا كاتب. يمكن لو ما حصلش ده ما كنتش بقيت كاتب. فاكتشاف النفس ده مهم جدا جدا، وانا بعتقد ان سر تعاسه 90% من الناس انهم بيشتغلوا حاجات مش عايزين يشتغلوها. He began publishing his short stories since 1950, but he released his first collection of short stories, Ashfa Layali, in 1954. To manifest his talent in his second collection of short stories, The Republic of Farhat, in 1956, which prompted the Dean of Arabic Literature, Taha Hussein, to say, I find in it, from pleasure, strength, subtlety, and subtlety of sense, tenderness of taste, honesty of observation, and virtuosity of performance, as I found in his first book, The Cheapest Nights on the Depth of Life, according to its minutes and a strict recording of what happened in it. It's the same group that one of the critics described at the time, saying it combines the characteristics of Dostoevsky and those of Kafka together. The man's creativity did not stop at the limits of the short story, which he became aware of, so that it's almost known and associated with his name, extending his creativity revolution to the words of novel and theater. As for his writings, if we stop with the stories, The Cheapest Nights, The Big Golden Book, series 1954, The Republic of Farhat stories, and a novel revolving around Al-Soul Farhat and his ideas about the world of police and criminals. The story was published in a book project in a newspaper, Cairo National Publishing House, 1957. In this collection, there is a novel, A Love Story, which was then published independently in a book, The Hero, 1957, The Shot of Incident, 1958. The End of the World, The Golden Book, series, 1961. The Black Military, 1962. 1975, with Men and Bulls and Mrs. Vienna. Bottom of the City, 1964. Qaad Medina is a collection of short stories dealing with Egyptian life, characters, environment, and national sense in one of the important periods of Egypt's history,
through a number of short stories. The Al Language, the Gulliver series 1965, Al Nada 1969, Bethlehem 1971, Complete Works, Part 1, Short Stories, 1971. Summer Night, the book as a whole, it's taken from the collection, isn't it? And The Sultan of Love, Existence, 1980. Kill Her, in 1982. Blame for Looking, 1987. الكاتب إذا كذب على قرائه كذب يعني كذب واعي أنا بعتقد إنه بينتهك عرضه الأخلاقي والشخصي وكذبة واحدة لا يمكن يعود بعدها يصدق أبدا أنا لا أكتب كل الحقيقة ولكن كل ما أكتبه حقيقي يعني يمكن ما أكتبش بعض الحقائق اللي أنا أعرفها إنما كل اللي بكتبه لازم يكون حقيقي ولازم يكون صادق يا أخي الصحافة أعطتني أشياء كثيرة صحافة يعني لما أنا طلعت ابتديت أكتب وأنشر في الصحف كانوا بيعتبروا بيقسموا الكتاب إلى صحفيين وكتاب وأدباء ويحطوهم سلالم يعني إن الصحفي درجة أقل من الكاتب ومن البتاع بالعكس الصحافة بما فيها في العصر الحديث الإذاعة والتلفزيون أرقى وسيلة اكتشفها الإنسان لمخاطبة الآخرين وهي ليست وسيلة بسيطة ولا سهلة ده هي في مستوى التعقيد ومحتاجة لموهبة العمل الفني بالضبط فأنا أعتقد أن الصحافة ادتني علمتني إزاي أكتب علمتني إزاي أمسك الخارق يعني أنا في رأيي أنه الكاتب يقاس بالجملة الأولى في كتابه إذا لم يستطع أنه يمسك القارئ للموضوع من أول جملة يبقى كاتب فاشل هذا لا يمكن أن تعطيه لك إلا صحافة لأنه قارئ الصحيفة يا إما هيقرأ الجملة الأولى فهتمسكه ويكمل الموضوع يا هيقرأ الباراجراف الأولاني يقول لك ده راجل ده هحكي لك سيبني ولذلك في كثير جدا من الكتاب بيعيبوا عليا الاشتغال بالصحافه ويقولوا لا لازم واحد يتخصص في الادب يقعد يكتب قصص كده كانه ما كانت قصص كده كل شويه يطلع قصه عمليه الكتابه الصحفيه هي المولد الحقيقي لكتابه اي قصه ولذلك فن القصه القصيره وحتى فن الروايه لم ينشا الا في ظل الصحافه يعني كبار الكتاب زي دوستويفسكي و ديكنز والناس دول كانوا بيكتبوا فصول يومية في الجرائد ولولا ظهور الصحافة ما كانش روايات زي الجريمة والعقاب وزي قصة مدينتين وزي الحاجات دي طلعت فالصحافة خدمت الكتابة مش خدمتنا أنا بس لا أنا تأثرت بكل الجيل الذي قرأت له قبل أن أولد و الجيل الذي صحبني والجيل الذي تلاني ولا زلت أتأثر بالأجيال الجديدة أنا عمري ما أختار عنوان مسبق وأكتب تحته بعد ما بكتب بعرف أنا قلت إيه لأن غالبا أنا ما ببقاش عارف بالظبط أنا هقول إيه وهقول في أي اتجاه وهقوله إزاي ده بكتشفه أثناء عملية الكتاب فعند يعني وضع النقطة الأخيرة بيجي العنوان عناوين كتبي بعض عناوين كلفتني بحث طويل يعني مثلا زي عنوان مسرحية اللحظة الحرجة ده سافرت عشان اسكندرية وقعدت 15 يوم ادور على عنوان مثلا اول كتاب لي ارخص يعني لقيته في دقيقة يعني بتختلف الحقيقة مثلا And Dr. Yusuf Idris remains the father of the short story in the Arab world and the prince of the Arab story and the philosopher of human feelings, the writer who believed that true art
is the only defense of the Egyptian and Arab conscience. His works have been translated into 24 international languages, including 65 stories into Russian. And the poet Abdurrahman al-Abnoudi said about him, "Yusuf is a rare case in our literary and public life together. He deserved his leadership in the art of the short story. He was a worrisome and courageous character who hates Arab sleep and seeks to frighten the citizen from his ugly reality that he is used to and forget about." As the writer and novelist Khairi Chalabi said about him, "Idris is the creator of the Arabic history and story and discovered the dialect of storytelling that we enjoy in villages, cafes, and weddings, and it's the dialect of the public and turned it into an unprecedented fine art." Among the most prominent sayings of the late writer Yusuf Idris, "You have the luxury to live honorable, but others, even if they want, do not have this luxury. Death is to go around in one circle, no matter what that circle is." What he made to his countrymen and his nation are bids that contribute to construction, not demolition. مبكرا جدا سنة 63 اني زي ما بحثت عن القصة المصرية العربية ابحث عن المسرح المصري العربي، وطبعا عرضوني النقاد بشدة وقالوا مفيش كلام فارغ من ده، في مسرح عالمي وانت تحط الموضوع عربي او مصري زي ما انت عايز. قلت لهم لا، احنا لنا طريقة في المسرح ولازم نكتشفها، ولنا موضوع مسرحي وبطلنا المسرحي مختلف. ولذلك هو في لخبطه كبيره جدا في المسرح اللي بنشوفه اليومين دول وفي افلام السينما، ان احنا تبنينا البطل الغربي في السينما وفي المسرح، بينما بطلنا الشرق الحقيقي ما اكتشفناهش. وطبعا ده راجع الى انه ما فيش النقد الواعي، بس اللي بيطمني انه هذه الدعوه التي بدات وحيده وبدات محاربه اصبحت الان هي شعار كل كتاب المسرح في العالم العربي، انه كل واحد يقول لك انا عايز اكتب مسرحيه عربيه ولا عايز اكتب ادب مسرحي عربي. ومش معنى ان بقول ان الواحد يقتبس من الفولكلور يعني او من المسرح الشعبي انه يطلع لي الزار على المسرح ولا يطلع لي مش عارف الاغاني الصعيديه على المسرح، لا، ده انا قلت ان الواحد يستوحي الأشكال المسرحية الموجودة في الحياة اللي خلقها الشعب في سنينه الطويلة، ومنها يألف مسرح جديد خالص، مش يحط اللي في الشارع على المسرح ويقول أنا مسرح شعبي. لأول نجاح في حياتي اللي هو لما اتنقلت من سنة أولى ابتدائي لسنة تانية ابتدائي، وكان سني 8 سنين، ورحت شفت النتيجة لقيتني ناجح، ولأول مرة يقترن اسمي يوسف إدريس ناجح، يعني يتحط اسمي جنب كلمة ناجح، لأن ما سبقش إن يتحط كلمة ناجح دي جنب اسمي في أي ظرف آخر. فرجعت سعيد بشكل، وأفتكر يوميها كان ربيع وكان في حقول برسيم كده وظهر البرسيم أصفر، فبقيت أخش كده في الحقل وألم زهور صفراء، وكنت سعيد جدا جدا، وهذا هو أول سعادة بالنجاح وآخر سعادة من هذا النوع. طبعا أنا بسعد لما الواحد بيكتب حاجة بتتبسط منها الناس، إنما مش بلذة السعادة الأولى أبدا. وراء نجاحي في الدراسة كان صرامة أمي يعني، وعملي حساب لغضبها بشدة. ثم بعد ان نجحت واتخرجت وبديت اكتب، ولما اتجوزت الحقيقه انا كنت خايف جدا من الجواز لاحسن يحبطني ككاتب، وبقيت في صراع شديد جدا يعني اتجوز ولا اكتب.
فما بقتش اقدر اكتب ومراتي موجوده في البيت. يعني دلوقتي ما اقدرش اكتب الا وهي مش موجوده في البيت، لازم تكون قاعده قدامي لغايه لما اغيب في العمل اللي انا بكتبه وتحس هي ان انا انفصلت عن الواقع فتمشي. وانا بعتقد انه بدين مراتي الحقيقه بان عايش، حتى مش بان بكتب، بان عايش كويس، وان يعني فعلا انا كل حاجه خدتها في الحياه خدتها باظافري، يعني بتعب بشقاء، ما كنتش محظوظ، انما الشيء الوحيد اللي كنت محظوظ فيه واللي اداهولي ربنا هو هذه الزوجه. The writer Yusuf Idris passed away in 1991. He left our world, but he left behind a large group of fine fiction and theatrical art so that his name remains engraved with the great writers in Egypt and the Arab world.